أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء، وقال أبو سلمية إن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون معاناة كبيرة، ومنهم من استشهد، ويعاملون معاملة غير إنسانية منافية للقوانين الدولية. يعني أولا نقول لشعبنا في قطاع غزة ولأهلنا وللمقاومة أن تركنا الأسرى في وضع صعب جدا، تركناهم في وضع مأساوي، تركناهم ما يمر به الأسرى الآن لم يمر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ نكبة من 48، معاناة شديدة. الأسرى يتعرضوا إلى إهانة جسدية وإهانة نفسية يوميا، هناك من الأسرى من استشهد وهو يعني في أقوية التحقيق، هناك من الطواقم الطبية من استشهدت، الخدمة الطبية لا تقدم لأي مريض في داخل السجون، بالعكس بل الطواقم الطبية تعتدي على الأسرى، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية والإنسانية. لكن معنويات الأسرى بحمد الله سبحانه وتعالى عالية جدا، معنوياتهم في السماء، ينتظروا قول المقاومة بأن تخرج سراحهم جميعا وتبيض السجون. رسالتنا إليهم أن تكون المقاومة حاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى لتحرير هؤلاء الأسرى من جميع السجون، وأيضا للمنظمات الدولية والحقوقية لزيارة الأسرى والاطلاع على وضعهم المأساوي الصعب جدا جدا. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال أفرجت عن مجموعة من الأسرى عبر حاجز كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ويعتقل جيش الاحتلال نحو 310 أسرى من الكوادر الطبية، منهم مدير مستشفى العودة أحمد مهنا ومدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت. الشباب قاعدين بموتوا بالسجن، اقسم بالله العظيم قاعدين بموتوا بالسجن الشباب، ما حدا مدور عليهم. شو كيف التحقيق كان معاكم؟ التحقيق وهنونا هي طلعت طريقك كيف سوت فينا. هذا وروى الأسرى للتلفزيون العربي عند وصولهم الى مستشفى شهداء الأقصى حجم المعاناة التي تعرضوا لها في السجون الإسرائيلية من تعذيب وتجويع. تعذيب لاخر درجه، سيء للاخر. ايش كانوا بيعملوا معكم في السجن؟ بهنونا، بيضربونا، لا اكل ولا شرب ولا مي، الحمام الله يعزك بخلونا كل ما في البردوان 150 نفر في خلال نص ساعه ابصر يطلع واحد يروح على الحمام، بصير اقف اقف وبزهقوا علينا وبغلطوا علينا وبرحموا علينا وبهنونا بهنونا. هي طلعت طريقك كيف سوت فينا. خلص هذا وهي كل هيد جسمها، كل هيد جسمنا حب، كل هيد حب انتشأ فجأة هذا بخلال 3 شهور. الحين إن 3 شهور وإحنا بنتعالج بنعاني من الأمراض هذه. أمره هي الأكل بروح على الشباك، والله كله معين، والله كله معين اللي بروح على الشباك، بنشبك وبنعذب وبنضرب في الأماكن الحساسة، بصير فيهم حاجات ما بعلم فيها غير الله، ما بعلم فيها غير الله. الشباب قاعدين بموتوا بالسجن، أقسم بالله العظيم قاعدين بموتوا بالسجن الشباب، ما حدا مدور عليهم. شو كيف التحقيق كان معاكم؟ التحقيق الله يعيننا 3 أيام واحنا مربوطين على كراسي حديد والكتل من فوقنا ومي سخن ومي نص الشباب اتحرقت، يدلوا عليهم مي ساخن من الشفاف. اللي بيصير ظلم قاعد فينا في السجن، اتحركوا يا عمي.